اقوم دائم قبله. الله انك جاي يا ولد. تدري تدري كله لن تنقل هم ايش تدري يا فيصل يا طول عمر السلامه اني 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 لازم في اليوم اسوي رياضه يعني كم ساعه 26 ساعه 24 ساعه اليوم صح يمكن يروح نص يوم رياضه قل لي يا اخي للبدل رجال ترى الرياضه زينه للبدل انت اسمعني يا دحام الله اسلم للبدن يا رجال يا طول عمر السلامه اسوي رياضه رياضة الأكتف السريعة. مش كيف يور طبق علي. كيف يعني كيف؟ أنتوا أسوي لكم وأنتوا بتمرنون معي. الأكتف السريعة دي. الأكتف السريعة يا رجال كان وزني يمكن 312. ها؟ ها؟ وزني 312. رب الكعبة صدق. لا تكون رب الكعبة. تدري إن مساعد في أي شيء يقوله مو بصاد. اسلم اسلم اسلم. كان وزني 312. كمل أغلى 15. هذا خصم لا لازم يضمن زي الله لا لا أنا لا من الجدد اللي حوله من الجدد الو لا لا ما شغال نقص 300 خلاص طيب 212 شوف يقول كذاب ترى هذا الدن عشان كذاب انا بعلمكم انا بعلمكم هذا كشف كذا لا انا 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 بعلمكم يا طول عمر يلا عطنا عطنا التمرين يا تعال حسين هل 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 في عمرك سويت رياضة؟ رياضة من كورة قصدك؟ لا لا رياضة رياضة تمرين الجسم الصدر الوسيع الرأس الميت سويت سويته في ميدان الرياضة في تربع عدل الله يوفق طبعا يا طول عمر السلام خدت لي يومين بس وتاير تعبت لا هذا يقول كان وزنه 315 تدري كان وزنه 315 أخذ لك يعني جمع حمد وعايد فارع والشباب كله يا رجال وقع 300 كيف يعني حسين ما بصير لأن جسمك ترى سبحان الله العظيم واحدة منها جاء سنين بالحيل ومنحف ترى يجي فيه اختلاف أني بعلم التمرين التمرين أخذت بروتين بروتين تبغون نبدا من الراس ولا من الله يكرمكم الرجل؟ اللي تبي اللي تبي ابدا انت ابدا بس لا انه هي تمرين شامل حطها افضل ابدا من عندك يلا ابدا ابدا تمرين الاصبع المتحرك كذا الله يكرم ملاك السامعي شفت اسلم شفت عشان يكون امتصاص الغضب السلام ورحمه الله مرحبا هلا هلا يا حسن يا الربع ممكن تقومون معي اذا ما اي صح اول شيء خلنا بس نفتح العقل عشان يلا ها انت الساعه خليك هنا صفن التمرين الاول الله يكرمكم يكرم الملائكه والسامعين من الرجل للساق للركبه للفخذ لعضله البطن الى عضله الصدر الى عضله الباي والتراي الى عضله الرقبه امسكني اسمها امسكني الرقبه امسكني ما تمسك خوي منه اسم الرقبه امسكني يا طويل العمر السلامه اي شيء في جسمك اي عضو في جسمك لازم انك تحرك اصابع رجلك لازم انك تتحرك لازم يلا. لازم ها عشان السمنه ها يلا. كلها ثلاث دقائق ها بس روح احنا شو نسوي طيب انا شو نسوي انت وقفوا عشان اعطيكم الشرح ها شوف انت ما لك دخل اسمع دراستك المهم ها ها خلاص يا سلام الحين حركت كل عضو فيك لازم يتحرك يا سلام ادخل الشرح يلا كيف ترى والله اني باخذ عليكم بعدها من 50 نقطه كانكم تعذرون انا ذا اليوم خدمتكم خدمه يمكن الواحد منكم ينفك في الارض الرياضيه على السمن هي عن السمن انا حالي راح نرقى كيف انا لا لا هي عن قوه البدن الله الله يلا ورنا كمل ها ها كذا وش يسوي ايوه ها. هذا اسمه امتصاص الغضب شوف شوف ايوه يا حمد ايوه بطل يا حمد عضله الغضب عندك ها بطل يا حمد ها طلع قوي اربع جلسات 10 عدات اربع جلسات 10 عدات ركز فيني اعاده شرح ماني بعايد ها واحده ايوه واسحب يا سلام واحده ايه واسحب ايه واحده ايه واسحب لحد يجيني ها ومكانك واحده ايه واسحب يا سلام عليكم هذا نشاط سلام عليك يلا يلا وانت مكانك وانت مكانك يا سلام واحد اثنين ثلاثه اربعه
خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عيد واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع تحرك ثمان تسع عشر عيد واحد اثنين ثلاث أربعة ها حركة اليد ها عشان تحرك عندك عضلة الظهر واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر طيب. هذه ايش عضلة ايش جسمك مفصل السامرية العضلة كاملة كل جسم تمرين ال 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 الراس لا لا والله طور تمرين الراس احنا فاضيين له نبي نتقع ليه عندك الله ايه 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 اسلم اسلم اسمعك طيب والله وجهك تمرين الركبة والمفصل واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع خذ معي خذ معي خذ معي خذ معي واحد اثنين ثلاث أربعة واحد والله ما لي ثلاث دقائق